اولا انا برحب بيكم في البرزنتيشن دي، واتمنى ان حياتكم كلها تتغير زي ما حياتي اتغيرت قبل كده يعني. مستر خميس انا واثقه فيك وانا واثقه في ساسو. ميرسي يا وانا مش واثقه في الاثنين هضمك، بس واثقه فيك انت. ايه ده؟ اوكي واثقه في انا. اوكي ماشي. لو افترضنا ان ده اللي هو انا خميس السبتاني، ودول غاده كارمن مليلة. مستر خميس سؤال بس بسيط، انا طبعا مش قصدي ان انا اتدخل في شؤون حد، بس هو حضرتك قلت بليلة؟ شو مليلة يا ظريفه؟ خلاص يا بنات مليلة حبيبتي مش مليلة، انت جعانه ولا ايه؟ مليلة ده بعدين. طبعا احنا عارفين نسبه كل واحده 2.5. لو افترضنا ان سمر جت تحت غاده. لا سوري يا مستر، انا ما بحبش اجي تحت حد. ولا انا يا حبيبتي ما بحبش حد يجي تحت مني. لو افترضنا ده مجازا، اهدوا شويه بلاش. لو افترضنا ان انت جيتي تحت كارمن. ايه تكرم عينك حياتي. يا سلام، ده انا بعتك لوحده. تعالي انت تحتها بس وما تقلقيش. لو افترضنا ان كلنا جيتوا تحتي هنا اهو، هنبقى نسبتنا اكبر من نسبه جهان، ونقدر نتحكم في الجزء الكبير من الشركه. ها على البركه. يبقى انتوا معايا من الاول. انتوا قلتوا ايه؟ وانا معاك.